مشكلة ياكل هونك بس المهم لا يشفون عليك نزل سلاحك وأنا بنزل سلاحك لو عرضت عليكم عرضي بتدفعون برا السجن وهل أفهم من حديثك أنك تنوي تخفيض النسبة؟ حاليا في إطلاق نار بشارع فهد السالم وأنا كنت أدري أن الأمور ما راح تكون سهلة القضية سهلة إن شاء الله خلي بدل طيب بس شوقر أوديك مخلي تبي قدرات؟ إيش تبي تسوي يا المينون؟ إحنا بنبيع نصيبنا بالشراكة إذا عندكم حاجة شوي قولوها ما عندكم شيء ولا خلوني أروح شنو علاقتك بالحرامية اللي بابا والبرج؟ الولد والله ما أعرف مش فيك شنو يا ولد؟ لكن واحد من ربعك بندرسه تعدل يا تعدل تلقى بضاط ودقوس عطني قصدك إني أخطيت بحقي لما تزوجتك؟ أنا مو بالضرورة أكون موجود في الحدث علشان يحدث لكن خططت للفكرة